نشكر هاد الناس التعاونية جات لعنا ونشكروها باش نقدموا الصنعة التقليدية ديالنا، ونشكرهم الله يرحم الوالدين. شنو هما المنتوجات اللي كتخدموا نتوما هنا باش 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 المنتوجات؟ حنا المنتوجات حنايا الصناعية اللي كاين. دابا نوريكم الصناعة ديالنا. شنو هما مثلا المنتوجات؟ زلايف، مسخرين، طواجن، دوايف، كساع. يعني الكساع ديال العجينه. كساع العجينه. تسمى المنتوجات ديال صناعه الفخار. هي صناعه الفخار التقليديه ماشي الفخار. نعم. اذا انتم كتبيعوا المنتوجات ديالكم في الاسواق ولا كتبيعوهم في المعارض ولا شنو؟ لا حنا كنا نمشيو نبيعوهم في الاسواق، وفي الاسواق كنضيق علينا، ما كناش نقدروا الاخر. كل ساعه فين ضربوا لنا فيهم الاياط، نحيدوا لنا كل ساعه فين. كنا نبيعوه غير بين الاخر. دابا نطلبوا من الجمعيه من الفضل منا. هاد اللجنه اللي طلعنا، هاد الجمعيه اللي طلعنا على حساب باش ان شاء الله يا ربي غنأسسوا الجمعيه. حنا التعاونيه راه حنايا نعانيو بزاف في التسويق ديالو، راه حنا نعبيوه للفيلاجه نبيعوه نسوقوه. راه المنتوج الطين فخار، هو تحسب فخار ولكن حنا مسميناه الطين على حساب يتصاوب بالرمله ويتصاوب بسميتو بالترب. هي هذيك نعانيو حنا بزاف، نعانيو نعبيوها للتسويق، راه ما تسوقناش. نجلسوا تمايا نحطوه قدامنا، الطوموبيل قدامنا ومن اللور ديالنا الجهه البهايم، نبقاو جالسين تمايا تقريبا حتى في السوق، حتى تقريبا ديك نص نهار العشيه نحيدوهم، اللي نبيعوه اللي يبقى نحيدوه يبقى لنا تما في لاجي على برا مليوح. ما عندناش فين نحطوه، حطوه على برا مليوح، كاين على برا تاخذوه لنا الناس. يعني المجهود ديال الاسبوع يبقى على برا، حيتاش ما عندناش فين نحطوه. دابا حنا نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ومن الناس اللي جاو لعنا ان شاء الله هذا سميتو الجمعيه، خصهم يوفوا معنا وشدوا بيدانا ان شاء الله يا ربي باذن الله باش نزيدوا بهذه الصنعه القدام. ما نقارتش، راه الناس عايشوا منا وليداتهم وعاشوا منا هما، والحمد لله يا ربي. دابا حنا ما بغيناهاش نقارض، بغيناها ان شاء الله. حنايا تابعين حنا الدوار ديالنا سميتو بني عسى، الكنيه ديالو عين حبار بني عسى، ولكن حنا تابعين طاهر سوق تاونس، هذاك الجميع ديالنا طاهر سوق، ولكن حنايا كنا تاونس ان شاء الله. هادشي اللي كاين اولي. دابا نتمنوا من الله سبحانه وتبارك يعاونونا ويوقفوا معنا ويشدوا بيدانا، وما نطلعش هادشي هذا تضيع لنا من يدانا. وفيه طريف الخبز، حنا نديروا ديك المنتوجات اللي ما يطيحوش على البال ديالك كاملين، نديروهم نديروا البراد ديال اتاي، البراد القهوه نديروا بالطين، نديروا الديابه. حنا بحال حنايا ولا كوكوت، حنا نديروا الديابه هاي تاع حاط عليها كاين كسكاس على فوق منا، نديرو بمشدو كنديرو بكسكاس على حساب الكسكسو. كديرو الخبيط ديال الماء؟ خبيط ديال الماء، نديرو الحاصل داكشي كامل. ولكن حنا خصنا نشد بيدنا ان شاء الله يا ربي باش نزيدو نبدعو كثر ان شاء الله باذن الله. هذا ديال اتاي.